السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبابي في الله، كيف الحال؟ أتمنى لكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في الجزء الثاني من عروضة مرجان، اللي هي عروضة صراحة زوينة بزاف. بديت لكم بجناح الحلويات باش إن شاء الله يكون الفيديو ديالنا حلو بحال الطعم ديال الحلويات، والسنة اللي جاية تكون كذلك حلوة بحال طعم السكر والعسل والحلويات إن شاء الله، وأيامكم كلها تكون حلوة وتيسير وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحلويات هنا كيف ما كتشوفوا، لي بيش ولي جاتو ولي طارت، كلشي دايرين فيهم بروموسيون مارجان لغاية البداية ديال السنة المقبلة إن شاء الله رب العالمين، ودايما تنوع زوين صراحة. راني حاولت نبين لكم بعض الأثمنة والأشكال اللي هي متنوعة، كاين القطع اللي صغيرة، كاين قطع كبيرة، كاين لي بيش، كاين المهم كل شيء كاين صراحة. مرجان عندنا هنايا في طريق كازا، منارة ديال مراكش، عامل يعني مجهودات صراحة في الترتيب وفي التزيين، وفي يعني صراحة مجهودات اللي هي باينة. انا هخليكم مع الصور. انا كنحاول نقرب لكم الاثمنه قد ما فيا، ومشيت في واحد الوقت اللي خاويه فيه شويه مرجان باش قدرت نصور لكم في هدوء شويه، نصور كيف ما نبغي يكون كل شيء. مازال مشيت في الصباح وكتشوفوا الزينه اللي مزينين هنا، زوينه بزاف. ومرة أخرى يا ربي يا ربي اجعلها سنة أفراح ومصابات وخير على كل المسلمين إن شاء الله، على كل الأمة الإسلامية إن شاء الله رب العالمين. تعرفوا رأس السنة كي اللي كيبغيها كيدير حليوة مع العائلة ديالو، ماشي عيب. رأس السنة فقط ما كنقولش الميلاد ديال المسيح ما كنحتفلوش بيه، لأن المسيح عليه السلام يعني ما معروفش الوقت فاش تاد، لهذا فنجنبوا الاحتفال بما هو غلط. ورأس السنة باش تمشي سنة وتجي سنة، إلى أعطينا فيها هدية أو درنا فيها شيء بسيط ماشي عيب. ودزنا الجناح ديال الملابس اللي إن شاء الله غنشوف مع بعضنا، ملابس نسائية وملابس رجالية، بيجامات اللي دايما فيهم تخفيضات، بيجامات اللي سخان صراحة ديال البرد، لوينات كل واحد المستطاع ديالو، كاين 100 درهم، كاين 180، كاين 190، كاين 200، كاين 300، يعني على حساب كل واحد الاستطاعة ديالو. كل شيء تبارك الله موجود. انا كنقرب لكم السعر ديال كل بيجامه. كاين اللي شتوي 100% وكاين اللي شويه يعني تيتلبس في هكا يكون الجو سخون شي شويه. صراحه دايرين تخفيضات زوينين، ماشي غير في البيجامات، البيجامات فيهم شويه الصراحه الاثمنه مرتفعه صراحه، يعني بالنسبه للعموم الاثمنه مرتفعه. بالنسبه لاشياء اخرى كاين تخفيضات لي زوينه. ومكملين مع بعضنا في جناح ديال البيجامات. صراحة سخان هادو اللي كنوريكم، راهم سخان. الالوان البني، كاين الوردي، كاين الباج، كاين كلشي.
والخامات مختلفة، هو كلهم سخان، كاين بعض الوحدة اللي شوية يعني ما بين وبين ما سخانش وما باردينش. صراحة هو بيناتنا البيجامة كانت هذا التوب ديالها مزيان كتدفي، يعني الا شريتي بيجامة التوب ديالها مزيان احسن ما تشري ثلاثة ولا أربعة التوب ديالهم خفيف وما تيدفيش مزيان. يعني هذا بالنسبة لي في النظر ديالي، اي حاجة الا القيمة ديالها شوية مزيانة راها كتبقى كنلبسو ونعاود نلبسو ونعاود نلبسو. الله يرزق الجميع الصحيحة باش يلبس إن شاء الله. عجبتني هذه فيها جود نايت، زوينة عجبتني، الأحمر والزرق، سواء في الزرق والفوق في الأحمر، لوينات مهم، كوراي الأحمر كرونال. هذه بالصومون بالكريتا هي زوين سوالة، راه تعمدت نوريها لكم مزيان زوينة. المهم كلهم زوينين صراحة وكيدفيو، والأثمنة كتبقى على حساب كل واحد. تنعاود نقولها مرة أخرى، كل واحد والمتناول ديالو. أنا كنقرب لكم الأثمنة باش لي مثلا قريب هنا أو في المدينة معايا وبغى يتقدى بغى يشوف شي حاجة مثلا ما شافهاش يشوفها، واللي عجبته يقدر يمشي ياخدها ويستافد. هادشي اللي كنسعى، كنسعى للإفادة، يعني ما تنديرش فيديو فقط لأنه فيديو، لا الفيديو تنديرو باش نفيد بالنسبة للأثمنة، بالنسبة للخامات، بالنسبة لأي شيء. كون دائما عندكم الجديد. وهادو بينوارات اللي راهم غزالين، عجبوني بزاف بزاف الصراحة. السعر ديالهم 159، يعني تقريبا 160 درهم، رائعين الصراحة. كاين في هاد اللويين وكيدي فيه الاحمر. وهادو اللي تيبقاو 99 درهم راكم شفتوهم. وهنا كيف كتشوفوا لي شال بخمسة ديال الدراهم، يعني زوينين بخمسة ديال الدراهم. وغندوز ان شاء الله القسم ديال القسم الرجالي اللي دايرين تخفيضات في الاقمشه الرجاليه، غادي تشوفوهم معايا ان شاء الله. هما كاتبين لافتات صغيرة اللي ممنوع الفتح، لأنه الصراحة كاين بعض الناس كيفتحوا باش يقلبوا وكيخليو كيهملوا الحاجة وكيلوحوها، وهذا ما زوينش. يعني إلا فتحنا الشيء نردوه كيف ما كان من الأفضل، لأن دوك الموظفين اللي كيخدموا الناس اللي كيكونوا في تا هما كيتعبوا، ما خصناش نزيدو نتعبوهم مساكن كتر. وكذلك بالنسبه نحترموا الحاجه، لان الا قلبتها انا وخليتها ما شريتهاش، واحد اخر غادي يجي من ورايا غادي يبغي يشريها، خصو يلقاها نقيه وزوينه. هذه عجبتني صراحه، الاثمنه ديالهم زوينين، وهذه تاهي في الكري زوينه بزاف. مهم كاين الاختيارات، يعني بالنسبه لكل واحد وذوقه، وزوينين والاسعار ديالهم زوينه. يعني بالنسبه للقماش ديالهم او نوع التوب، يعني شفتو زوين. كاينين لي مونطو كذلك دايرين فيهم تخفيضات ديال الكاشمير.
مستمعين في الجناح الرجالي، صراحة أنا صورت لكم واحد جزء بسيط من جناح الرجالي، كاين بزاف ما بغيتش نطول في الفيديو أكثر. كاين كذلك السراويل اللي دايرين فيهم حتى هما تخفيضات كما غتشوفوا معايا، والخدمة زوينة يعني، يعني الخياطة زوينة، داكشي قلبته يعني شي حاجة اللي زوينة، ماشي زعما لا لا زوينين الخدمة ديالهم. اللي بغى يتكسى يمشي لعوضات مرجان، لا رجال ولا نساء، كاين الصراحة كاين ما يداه. وغندوزو الجناح دابا ديال الأواني، غندوزو نشوفو دوك لي زاسيات دو جوطاب اللي عندك، طبيصلات اللي كيتستعملو في أعياد الميلاد في المناسبات اللي كنستعملو مرة واحدة وكن كنحيدوهم، دايرين فيهم تخفيضات. ودايرين تخفيضات كذلك في طبيصلات من غير هاد الطبيصلات ديال الزاج، غنوريكم واحد منهم. دايما تخفيضات في واحد كويس كيكون معاه واحد كاس ديال الماء، وكيكون مع واحد كويس واحد، هما كتشوفهم ب29 درهم، وهذا ب20 درهم. الطبيصلة انا غنوريه ليكم، غنفتحو غنوريه ليكم كيف داير، راه زوين عجبني صراحة ب20 درهم، والله الا غزال يعني، خص واحد يجيب منه صراحة شي 3 ولا 4 باش هكا يتحطو في لاطابل مع بعضهم، زوينين بزاف. ودايرين تخفيضات في ليكوفير كذلك، يعني الفراشط والماس والمعلقات يعني لونسومبل دايرين فيه تخفيضات كذلك بالالوان كاينين. كاين تخفيضات كذلك في لي مول، مول دايرين جوج، واحد كيكون ديال لي طارت داك اللي معلم الجناب، واحد عادي يمكن لك دير فيه اللي بغيتي. صراحة كاين تخفيضات زوينين انطلاقا من 5 دراهم، يعني يمكن لك تشري من 5 دراهم. كاين دوك القريعات اللي كيكونوا مغلفينهم من برا، كيجي ستيل ديالهم زوين يتحط في المطبخ، يعني يمكن لك تستعملهم دير فيهم اللي بغيتي يعني في المطبخ، تبقى اختياري زوينين حتى هما، دايرين فيهم تخفيضات. وكل شيء الاثمنه كنبينهم ليكم، يعني اي منتوج بينته الا كنبين الثمن ديالو، كنتمنى تكونوا كتستافدوا معايا. وهنا كتشوفوا واحد نيماك اللي ب6 دراهم، شكلهم غزال، فيهم فراشه بالصفر وبالخضر، وكاين مهم اشياء اخرى، تيرموسات، بزاف الاشياء دايرين فيهم تخفيضات، يعني مهم صراحة تمشي المرجان مستحيل تخرج بلاش، لا بدا ما تشري شي حاجة ولا بدا ما تشري شي حاجة. ودزنا الجناح ديال الشموع، الله يجعل ايامكم كلها شموع مضاءة ان شاء الله برائحة عطور مختلفة ان شاء الله رب العالمين. دايما فيهم تخفيضات، كاين برائحة الفاني، كاين فخيز، كاين لافندر، كاين يعني روائح مختلفة، الخزامة يعني قصدي، يعني روائح مختلفة في الشموع وغزالين صراحة. الله يضوي ايامكم وايامنا يا رب، الله يضويها بالافراح والمسرات، واهم حاجه تكون مضاءه برضا الله علينا في اي وقت في اي مكان في اي حين ان شاء الله رب العالمين. بديت لكم بالحلويات واخترت الختام يكون بالشموع، فما كاينش ما اجمل من الحلويات والشموع والحياه الهادئه والجميله. اتمنى لكم كل خير، كل ما تتمناه يا ربي،
صراحة كاين شموع اللي زوينين، أشكال، مناظر، ألوان، روائح، يعني ما نقول لكمش زوينين بزاف بزاف بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون فادكم، يكون نال رضاكم وإعجابكم كذلك. نتمنى التعليق ديالي على الفيديو يكون دائما عند حسن ظنكم. إذا كان في الفيديو أي شيء ما صابكمش تمنوا تخليوا لي في التعليقات، ومرة الجاية إن شاء الله نكونوا نحسنوا اللي كنعطيوكم، الأشياء اللي كنعطيوها أكثر وأكثر، لأن القناة قناتكم وانتم اللي كتكبر في القناة، انتم اللي كتشوفوا هذه القناة. كنتمنى توفيق الجميع. كنشكر الناس اللي التحقوا بالقناة، وكنشكر اللي موجودين معايا دائما، وكنقول للجميع مرحبا بكم دائما في قناتكم أم عبد الله فاتي. ما تنساوش لايك للفيديو باش تدعموه. شكرا للجميع، الى فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكنقول لكم احبكم في الله مع الف سلامة.